من أمثلة قتل شبه العمد، لا ما لو حصلت مثلا مضاربة بين شخصين، فأحدهما ضرب الآخر بيده، لكزه بيده، اليد هل تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا. كذلك لو أنها عصا صغيرة وضربه في غير مقتل، يعني في موضع من المواضع التي لا يموت الشخص فيها غالبا، وإنما العادة أنه يتألم لكنه مات، هذا يقال له قتل إيش؟ شبه عمد. لأن الظاهر لنا من الآلة التي استعملت في القتل والطريقة التي استعملت فيها هذه الآلة أنه لم يقصد القتل لكنه قصد الجناية، قصد الجناية. ولهذا قلنا في شبه العمد أن يتعمد الجناية، فهو جان بالضرب لكنه لم يقصد القتل.